السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مع بعض هننفذ حاجة جديدة، هي عبارة عن كيس ممكن نستخدمه في أشياء كتير. هنستخدم ألوان الأحمر والأخضر والأبيض، لأنه طبعا بيكون على شكل قطعة بطيخ، وكمان هيكون في اللون الأسود معايا، وهيكون في سوستة. هنشوف مع بعض الكيس من الداخل هيكون ازاي. ده شكله من الداخل، ممكن نبطنه ممكن نسيبه كده براحتكم. هننفذ مع بعض الكيس خطوة بخطوة عشان يطلع بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، ونبدأ ان شاء الله في الشرح. بسم الله. هنبدأ وهنشتغل باللون الأحمر من السطر الأول حتى السطر الستاشر. هنبدأ بست غرز، وهنشتغل السطر الأول من السطور الخلفية. هنشتغل كل السطر هيكون عندي بالغرزة المقلوب. يبقى تاني احنا بنبدأ بست غرز، وبنشتغل من السطر الأول حتى السطر 16 باللون الأحمر. السطر الأول من السطور الخلفية وبنشتغله بالغرزة المقلوب. وبكده ينتهي عندي شغل السطر الأول. اشتغلناه مع بعض بالغرزة المقلوب. السطر التاني من السطور الأمامية، وفي السطر التاني هبدأ أزود 5 غرز. هاجي في أول 5 غرز هعمل في كل غرزة غرزة زيادة، هدخل الإبرة وهاخد غرزة عدل من اللفة الأمامية، ومش هخرج الغرزة، هدخل الإبرة مرة تانية واخدها غرزة عدل من اللفة الخلفية. يبقى أنا كده عملت غرزة زيادة. نفس النظام هيكون في الغرزة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. هزود في ال5 غرز، هزود غرزة زيادة. آخر غرزة هاخدها غرزة عدل من غير أي زيادة. يبقى أنا في السطر الثاني هزود 5 غرز على ال6 غرز، يبقى هينتهي السطر ومجموع الغرز عندي 11 غرزة. يبقى دي آخر غرزة أنا بزود فيها. كده وصلنا للغرزة الستة، اشتغلها غرزة عدل من غير أي زيادة، وكده ينتهي عندي شغل السطر التاني. السطر التالت وكل السطور الخلفية هشتغلها بالغرزة المقلوب من غير أي زيادة. يبقى احنا بنشتغل السطر التالت من السطور الخلفية من أول غرزة حتى آخر غرزة بالغرزة المقلوب. هنشتغل السطر الرابع من السطور الأمامية، وبرضو هنزود غرز بس هيكون بنظام مختلف. هنشتغل غرزة عدل، الغرزة التانية هي دي اللي هنشتغل وهنزود فيها غرزة زيادة. يبقى هو ده اللي هنكرره لغاية نوصل لآخر غرزة. يبقى تاني غرزة عدل، بعد كده الغرزة دي هنعمل فيها غرزة زيادة، مرة تالتة غرزة عدل، وهزود غرزة في الغرزة ديت. المرة الرابعة غرزة عدل بس، غرزة عدل من اللفة الأمامية وغرزة عدل من اللفة الخلفية. الخامس غرزة دي آخر غرزة عندي، بعد كده هزود. يبقى انا كده وصلت لاخر غرزة هشتغلها غرزة عدل. يبقى هي دي الزيادة في السطر الرابع، ناخد بالنا من طريقة الزيادة، وكده ينتهي عندي شغل السطر الرابع. السطر الخامس من السطور الخلفية هنشتغله بالغرزة المقلوب. انا السطر الرابع انتهى عندي ومجموع الغرز عندي 16 غرزة، يبقى انا هشتغل السطر الخامس على 16 غرزة بالغرزة المقلوب. احنا اتفقنا ان مفيش اي زيادة في السطور الخلفية، احنا بنشتغلها كلها بالغرزة المقلوب. هنشتغل مع بعض السطر السادس من السطور الامامية، والزيادة هنشتغلها عن غرزتين عدل، وفي الغرزة التالتة هنزود. يبقى في الغرزة دي هنزود غرزة، هنشتغل غرزة عدل من اللفة الامامية، وبعد كده غرزة عدل من اللفة الخلفية. يبقى هي دي طريقة الزيادة عندي في السطر السادس، هنشتغل غرزتين عدل وفي التالتة هزود غرزة. هنكمل بنفس النظام لغاية ما نوصل لآخر غرزة على الإبرة الشمال، دي هشتغلها غرزة عدل.
السطر السادس هينتهي عندي ومجموع الغرز 21 غرزة. يبقى أنا ماشية في كل سطر أمامي بزود 5 غرز. احنا بدأنا ب6 غرز، زودنا في السطر التاني 5، بقى المجموع 11. في السطر الرابع زودنا 5 وأصبح المجموع عندي 16. دلوقتي السطر السادس بنزود وهيبقى المجموع عندي 26، آسفة، 21 غرزة. يبقى احنا ماشيين بنفس طريقة الزيادة، بنزود في تالت غرزة بنشتغل غرزتين عدل، وفي التالتة بناخد غرزتين، يعني بنشتغل ونزود غرزة زيادة. وصلنا لآخر غرزة، دي هنشتغلها غرزة عدل بس. يبقى كده السطر السادس عندي انتهى ومجموع الغرز عندي 21 غرزة. السطر السابع من السطور الخلفية، وهنشتغل على الغرز اللي عندي من غير أي زيادة، هنشتغلها بالغرزة المقلوب. يبقى هنبدأ من أول غرزة وننهي السطر بالغرزة المقلوب. ناخد بالنا إن مفيش أي زيادة في السطور الخلفية، الزيادة في السطور الأمامية بس. السطر الثامن من السطور الأمامية، وبرضه هنزود 5 غرز، هنزودها هنشتغل 3 غرز عدل، وفي الغرزة الرابعة هنزود غرزة زيادة. يبقى احنا بنشتغل 3 غرز عدل، الغرزة الرابعة هي دي اللي هنعمل فيها غرزة زيادة، هندخل إبرة وناخد غرزة عدل من اللفة الأمامية وبعد كده غرزة عدل من اللفة الخلفية. يبقى هي دي طريقة الزيادة في السطر الثامن، بنزود كل رابع غرزة لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال، دي هشتغلها عدل من غير أي زيادة. يبقى السطر الثامن هينتهي عندي ومجموع الغرز زايد 5 غرز، يبقى المجموع الكلي للغرز 26 غرزة. يبقى احنا هنكمل بقية السطر بنفس النظام، بنزود كل رابع غرزة، بنشتغل 3 غرز عدل، وفي الغرزة الرابعة هي دي اللي احنا بنعمل فيها غرزة زيادة. احنا كده وصلنا لآخر غرزة هنشتغلها غرزة عدل، وبكده ينتهي عندي السطر ومجموع الغرز 26 غرزة. السطر التاسع من السطور الخلفية، وهنشتغله بالغرزة المقلوب من غير أي زيادة في الغرز، هنشتغل من أول غرزة حتى آخر غرزة بالغرزة المقلوب. وصلنا للسطر العاشر من السطور الأمامية، هنزود برضو 5 غرز، هنشتغل 4 غرز عدل، وفي الغرزة الخامسة هي دي اللي هنزود فيها غرزة زيادة. يبقى احنا دلوقتي هنشتغل 4 غرز عدل، وصلنا للغرزة الخامسة، هي دي اللي هشتغل فيها غرزة من اللفة الأمامية وغرزة عدل من اللفة الخلفية. يبقى الزيادة عندي كل 5 غرزة، يبقى في السطر العاشر الزيادة عندي كل 5 غرزة. بنكمل لغاية ما يبقى عندي غرزة واحدة بس على الإبرة الشمال، دي هشتغلها غرزة عدل. السطر العاشر هينتهي ومجموع الغرز عندي 31 غرزة. أنا في كل سطر أمامي بزود 5 غرز، ولازم نلتزم بطريقة الزيادة. إحنا في السطر ده بنزود كل 5 غرزة. يبقى أنا ماشية معاكو السطور الأمامية خطوة بخطوة، علشان لازم نعرف طريقة الزيادة بتكون إزاي. لكن بالنسبة للسطور الخلفية، السطور الخلفية بتبقى الشغل بالغرزة المقلوب من غير أي زيادة. احنا وصلنا لاخر غرزة هشتغلها غرزة عدل، وبكده ينتهي عندي السطر وعدد الغرز عندي 31 غرزة.
السطر الحداشر من السطور الخلفية وهشتغله برضو بالغرزة المقلوبة. يبقى أنا شغلي ماشي في السطور الأمامية بالغرزة العدل مع زيادة في عدد الغرز، والسطور الخلفية بالغرزة المقلوب بس مفيش أي زيادة للغرز. وصلنا للسطر الاتناشر من السطور الأمامية، والزيادة في السطر الاتناشر كل سادس غرزة، يعني هشتغل 5 غرز عدل، والغرزة السادسة هي دي اللي هشتغل فيها غرزتين. يبقى احنا كده بنشتغل 5 غرزة، الغرزة السادسة هي اللي هشتغل غرزة عدل من اللفة الأمامية، وبعد كده غرزة عدل من اللفة الخلفية. يبقى الزيادة في السطر الاتناشر كل سادس غرزة، لغاية برضو ما يتبقى عندي على الإبرة الشمال غرزة واحدة بس، دي هشتغلها غرزة عدل. يبقى السطر الاتناشر هيخلص وأنا مجموع الغرز عندي 36 غرزة. يبقى ناخد بالنا من الزيادة في السطر الاتناشر، بنزود في الغرزة الستة، بنشتغل 5 غرز عدل، والغرزة الستة هي دي اللي نعمل فيها غرزتين. يبقى تاني افكركم ان الزيادة في السطور الامامية، السطور الخلفية مفيش فيها اي زيادة. يبقى مرة تانية اقول الزيادة في السطر الاتناشر، احنا بنشتغل 5 غرز عدل، وفي الغرزة الستة بنزود فيها غرزة زيادة، ناخد غرزة عدل من اللفة الامامية، وفي نفس الغرزة بناخد غرزة عدل من اللفة الخلفية. بنكمل بنفس النظام لغاية ما يتبقى عندي على الإبرة الشمال غرزة واحدة بس هشتغلها غرزة عدل. أنا كده وصلت لآخر غرزة هشتغلها غرزة عدل، وكده ينتهي عندي السطر مجموع الغرز 36 غرزة. السطر 13 من السطور الخلفية هشتغلها بالغرزة المقلوب. يبقى هنشتغل من الغرزة الأولى حتى الغرزة الأخيرة كله هنشتغله بالغرزة المقلوب. وصلنا للسطر 14 من السطور الأمامية، والزيادة هتكون كل 7 غرزة. يبقى هشتغل 6 غرز بالغرزة العدل من غير أي زيادة، الزيادة بتكون في الغرزة السابعة، وطبعا بنفس طريقة الزيادة بعمل غرزة عدل من اللفة الأمامية وغرزة عدل من اللفة الخلفية في غرزة واحدة. يبقى احنا كده وصلنا للغرزة السابعة، هعمل غرزة عدل من اللفة الأمامية وغرزة عدل من اللفة الخلفية. هي دي طريقة الزيادة في السطر 14 بنفس النظام، هنكمل بقية السطر لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس على الإبرة، دي هشتغلها بالغرزة العدل. يبقى احنا هنكمل بقية السطر بنفس النظام، بنشتغل 6 غرز عدل، وفي الغرزة السابعة بنزود غرزة. هو ده طريقة الشغل السطر 14. يبقى احنا كده وصلنا لاخر غرزة، دي هشتغلها غرزة عدل، وبينتهي السطر 14 ومجموع الغرز عندي 41 غرزة. السطر 15 عندي من السطور الخلفية، وشغل السطور الخلفية كلها زي ما اتفقنا بالغرزة المقلوب. يبقى احنا هنشتغل السطر 15 بالغرزة المقلوب. وصلنا للسطر 16، وده اخر سطر عندي باللون الاحمر، وبرده هيكون في زياده. احنا هنزود في السطر ده كل 8 غرزه، هنشتغل 7 غرز بالغرزه العدل من غير زياده، والغرزه الثامنه هي دي اللي هزود فيها غرزه بنفس النظام. يبقى افكركم ان احنا كل سطر امامي من السطر الثاني حتى السطر 16 ماشيين بنزود 5 غرز. في السطر 16 ده اخر سطر عندي في السطور اللي هستخدم فيها اللون الاحمر، طبعا بزود 5 غرز. طريقة الزيادة ان احنا بنشتغل 7 غرز عدل، وفي الغرزة التامنة بنعمل غرزتين
بنكمل بقية السطر بنفس النظام لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس على الإبرة، ودي بشتغلها غرزة عدل، وطبعا مجموع الغرز عندي هتكون 46 غرزة. احنا مع بعض بنخلص السطر الـ16، بنخلصه بنفس طريقة البداية اللي احنا بدأناها. وصلنا لآخر غرزة هنشتغلها غرزة عدل، وكده ينتهي عندي السطر الـ16، مجموع الغرز عندي أصبح 46 غرزة. هنبدأ في السطر الـ17، ندخل اللون الأبيض وهنشتغل كل الغرز عندي بالغرزة المقلوبة من غير أي زيادة في الغرز. هنشتغل باللون الأبيض السطر 17 والسطر 18. في السطر 18 هو ده اللي هيكون فيه زيادة، وهنزود 5 غرز، وهتكون آخر مرة نزود فيها، بعد كده هنبدأ ننقص. يبقى السطر 17 هنشتغل باللون الأبيض كل الغرز بالغرزة المقلوبة. السطر 18 من السطور الأمامية وهنشتغل برضو باللون الأبيض، وهيكون في زيادة، هنزود كل 9 غرزة، يعني هنشتغل 8 غرز بالغرزة العدل من غير زيادة، وفي الغرزة التاسعة هي دي اللي هزود فيها هنزود 5 مرات، يعني هنكرر 8 عدل وفي الغرزة التاسعة هنزود، هنكرر دوت 5 مرات لغاية ما يتبقى عندي على الإبرة غرزة واحدة بس هشتغلها طبعا بالغرزة العدل. يبقى احنا دلوقتي بنزود في الغرزة التاسعة، يبقى تاني الزيادة في السطر 18 بنزود في الغرزة التاسعة، بنشتغل 8 غرز عدل، وبعد كده في الغرزة التاسعة بنشتغلها غرزة عدل من اللفة الأمامية وغرزة عدل من اللفة الخلفية لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس على الإبرة دي واشتغلها بالغرزة العدل. السطر 18 زي ما شايفين معايا احنا بنشتغله باللون الأبيض. بعد كده هنرجع تاني وهنشتغل باللون التالت اللي هو اللون الأخضر، هنشتغل بيه سطرين. احنا هنوقف الزيادة على 51 غرزة، هيكون آخر سطر عندي هو السطر 18. من بعد كده هنبدأ ننقص. يبقى مرة تانية افكركو ان احنا بدأنا الشغل بـ6 غرز، بدأنا نزود في كل سطر امامي 5 غرز لغاية ما وصلنا لاخر سطر عندي اللي هو السطر 18، اخر سطر في الزيادة بنزود فيه، وبانتهاء السطر هيصبح عندي مجموع الغرز 51 غرزة. يبقى كده وصلت مع بعض. طبعا احنا وصلنا لاخر غرزة هنشتغلها بالغرزة العادية، وكده ينتهي عندي السطر ومجموع الغرز اصبح 51 غرزة. هنشتغل السطر 19 من السطور الخلفية وهدخل اللون الاخضر. هنشتغل باللون الاخضر السطر 19 والسطر 20 والسطر 21، هنشتغل الـ3 سطور دول بالغرزة المقلوب من غير اي زيادة. احنا اتفقنا ان اخر زيادة كانت في السطر 18، يبقى احنا هنكمل وهنشتغل من السطر 19 للسطر 21 بالغرزة المقلوب. انا كده خلصت الـ3 سطور باللون الاخضر، اشتغلتهم بالغرزة المقلوب. هنبدأ ندخل اللون الابيض مرة تانية، وهشتغل السطر 22 هشتغله كله بالغرزة العدل من غير اي زيادة. ارجع تاني افكركم ان احنا خلاص مش هنزود، احنا بنشتغل على 51 غرزة، هنشتغل وهنخلص السطر 22 كله باللون الابيض بالغرزة العدل. هنبدأ من اول السطر 23 هنبدأ ننقص. هننقص دايما في السطور الخلفية، ولازم نلتزم بطريقة العد علشان نعرف التنقيص هيكون كل كام غرزة. هنبدأ وهنشتغل باللون الأبيض، هنشتغل غرزة مقلوب من أول هنا، هنكرر اللي احنا هنعمله لغاية آخر غرزة، هنشتغل 2 مقلوب معا، بعد كده هشتغل 8 غرز مقلوب.
هينتهي السطر 23 وأنا منقصة 5 غرز، يعني المجموع الغرز هيكون 46 غرزة. يبقى طريقة تنقيص الغرز هنشتغل 2 مقلوب 2 مقلوب طبعا مع بعض، وبعد كده 8 غرز مقلوب. يبقى أنا اشتغلت 2 مقلوب معا و8 غرز مقلوب. هنكرر لغاية ما يخلص عندي الغرز كلها على الإبرة الشمال، ويصبح المجموع كله للغرز 46 غرزة، وإحنا كده نقصنا 5 غرز في السطر 23. يبقى إحنا كده نقصنا أول غرزتين، هنقص الغرزة الثالثة، هناخد 2 مقلوب معنا أسفل، وبعد كده 8 غرز مقلوب. احنا بنشتغل السطر 23، وده أول سطر في سطور التنقيص. هننقص برضو 5 غرز زي ما كنا بنزود 5 غرز. ايه، هننقص الغرزة الرابعة، هناخد 2 مقلوب معا، بعد كده هشتغل 8 غرز مقلوب. هنقص الغرزة الأخيرة اللي هي الخامسة، بعد كده هاجي أشتغل آخر 8 غرز هشتغلهم بالغرزة المقلوب. وبكده يكون السطر 23 باللون الأبيض كده انتهى. طبعا في آخر السطر هيكون عندي مجموع الغرز 46 غرزة. يبقى احنا في السطر 23 كده نقصنا 5 غرز، يبقى أصبح مجموع الغرز 46 غرزة. السطر 24، من أول السطر 24 حتى السطر 39 هندخل اللون الأحمر. هنشتغل السطر 24 كله بالغرزة العداد. هيكون طبعا التنقيص زي ما احنا اتفقنا في السطور الخلفية، بس احنا زودنا في السطور الأمامية، هننقص في السطور الخلفية. يبقى السطر 24 هنكمله كله بالغرزة العدل. السطر 25 من السطور الخلفية، وهننقص برضو 5 غرز. هنيجي نشتغل أول غرزة مقلوب، ودي مش هنكررها، هنكرر من بعديها، هناخد 2 مقلوب معا، وبعد كده هنشتغل 7 غرز مقلوب. يبقى اللي هيتكرر عندي 2 مقلوب معا 7 غرز مقلوب، هنكرره 5 مرات. هننقص في السطر 25 هننقص 5 غرز، يبقى المجموع للغرز في نهاية السطر هيكون 41 غرزة. يبقى ده اللي هيتكرر معايا. هننقص الغرزة التانية 2 مقلوب معا، بعد كده هشتغل 7 غرز مقلوب. لو احنا خدنا بالنا ان احنا بنفس طريقة الزيادة برضو تنقيص الغرز هيكون بنفس الطريقة، مع الاختلاف ان احنا كنا بنزود في السطور الامامية، والتنقيص الغرز هيكون في السطور الخلفية، لكن هو نفس العدد. يبقى احنا مع بعض بننقص الغرزة الثالثة، هشتغل بعد كده 7 غرز مقلوب. ايه، هنقص الغرزة الرابعة 2 مقلوب معا، هشتغل 7 غرز مقلوب. يبقى هي دي طريقة التنقيص في السطر 25. افكركم ان احنا بدأنا بغرزة مقلوب، ودي مش هكررها، هكرر 2 مقلوب معا 7 غرز مقلوب، هكررها 5 مرات لغاية ما يخلص الغرز كلها من على الابرة الشمال. هنقص 5 غرز، يبقى دي اخر غرزة احنا بنقصها. يبقى هيخلص السطر عندي، ومجموع الغرز عندي هتكون 41 غرزة.
زي ما كنا بتزود في كل سطر أمامي 5 غرز، هننقص في كل سطر خلفي 5 غرز، وبكده ينتهي عندي السطر مجموع الغرز 41 غرزة. هنشتغل السطر 26 من السطر، طبعا السطور الأمامية هنشتغله كله بالغرزة العادية من غير أي تنقيص للغرز، احنا بننقص في السطور الخلفية بس. السطر 27 من السطور الخلفية، وهننقص برضو 5 غرز. هنيجي نشتغل أول غرزة مقلوب، من أول هنا هنبدأ نكرر، هناخد 2 مقلوب معا، وبعد كده هنشتغل 6 غرز مقلوب، هنكرر 2 مقلوب معا و6 غرز مقلوب، هنكرر 5 مرات، يعني لازم ننقص في السطر ده 5 غرز، ويكون عدد الغرز في نهاية السطر 36 غرزة. هنقص الغرزة التانية 2 مقلوب معا، بعد كده هاجي اشتغل 6 غرز مقلوب. يبقى احنا هنكمل بنفس النظام، هنقص 5 غرز في السطر 27 لغاية ما يكون عندي عدد الغرز في نهاية السطر 36. طريقة التنقيص ازاي؟ احنا بدأنا بغرزة مقلوب، ودي مش هنكررها، هنكرر من بعديها 2 مقلوب معا 6 غرز مقلوب، هنكرر 5 مرات، يبقى انا هنقص 5 غرز في السطر، وينتهي عندي السطر ومجموع الغرز 36 غرزة. السطر 28 من السطور الأمامية هشتغله كله بالغرزة العدل من غير ما نقص أي غرزة. يبقى احنا هنكمل السطر 28 لغاية آخر غرزة كله بالغرزة العدل. السطر 29 من السطور الخلفية، وهنقص برضو 5 غرز. هنقص ازاي؟ هنشوف مع بعض. هنشتغل أول غرزة مقلوب، ودي مش هكررها، هنكرر من بعديها 5 مرات، 2 مقلوب معا، وبعد كده 5 غرز مقلوب. يبقى 2 مقلوب معا 5 غرز مقلوب، هيتكرروا كم مرة؟ هيتكرروا 5 مرات، يعني لغاية ما يخلص الغرز من على الإبرة الشمال كلها. هيخلص السطر 29 وأنا منقصة 5 غرز، يبقى المجموع هيكون عندي 31 غرزة. يبقى لازم ناخد بالنا من طريقة التنقيص، والتنقيص بتكون كل كام غرزة. في السطر دوت احنا بننقص 2 مقلوب معا ونشتغل 5 غرز مقلوب، بيتكرر لغاية ما يخلص عندي السطر وعدد الغرز عندي 31 غرزة. وصلنا للسطر 30 من السطور الأمامية، وهشتغله كله بالغرزة العادلة. يبقى السطر 30 طبعا احنا بننقص بس في السطور الخلفية، السطور الأمامية مفيش فيها أي تنقيص للغرز، احنا بنشتغل السطور الأمامية بس بالغرزة العدل. يبقى هنخلص السطر كله بالغرزة العدل. السطر 31 من السطور الخلفية، وهيكون برضو تنقيص فيه للغرز، هننقص 5 غرز، هنشتغل غرزة مقلوب، بعد كده 2 مقلوب معا و4 غرز مقلوب. يبقى طريقة التنقيص في السطر 31 بنشتغل 2 مقلوب معا 4 غرز مقلوب، هنكرر دوت 5 مرات، يعني لغاية ما يخلص عندي الغرز من على الإبرة الشمال. هيخلص السطر 31 ومجموع الغرز عندي 26 غرزة. أفكركم إن احنا ماشيين بننقص 5 غرز في كل سطر خلفي، ولازم ناخد بالنا احنا بننقص كل كام غرزة. يبقى في السطر 31 اقوله مرة تانية، بدأنا بغرزة مقلوب ودي مش هكررها، هنبدأ من بعديها نكرر 2 مقلوب معا 4 غرز مقلوب، وهينتهي السطر عندي ومجموع الغرز عندي 26 غرزة. السطر 32 من السطور الأمامية هشتغله كله بالغرزة العدل. السطر 32 مش هنقص فيه أي غرزة، هنشتغل السطر 32 من السطور الأمامية، هنشتغله كله من أول غرزة حتى آخر غرزة
بالغرزة العدل. السطر 33 من السطور الخلفية هنشتغل غرزة مقلوب، ودي مش هكررها، هنكرر من بعديها 2 مقلوب معا، 3 غرز مقلوب. يبقى اللي هيتكرر عندي في السطر 33 2 مقلوب معا، 3 غرز مقلوب. طبعا احنا هننقص برضو 5 غرز في السطر 33، هيصبح المجموع الغرز عندي في نهاية السطر 21 غرزة. يبقى احنا بننقص ازاي؟ 2 مقلوب معا، 3 غرز مقلوب. احنا اشتغلنا اول غرزة مقلوب، ودي مش بكررها، بنكرر من بعديها 2 مقلوب معا، 3 غرز مقلوب، لغاية ما يكون عندي الغرز في نهاية السطر 21 غرزة. وصلنا مع بعض للسطر 34 من السطور الأمامية، وهشتغل كله بالغرزة العدل من غير أي تنقيص للغرز. يبقى هنشتغل مع بعض السطر 34 بالغرزة العدل، ومش هننقص أي غرزة في السطر 34. السطر 35 من السطور الخلفية، وهنقص برضو 5 غرز. هاجي اشتغل غرزة مقلوب، ودي مش هكررها، هنكرر من بعديها 2 مقلوب معا و2 مقلوب. يبقى انا دلوقتي باخد 2 مقلوب معا، هشتغل غرزتين كمان مقلوب. يبقى هي دي طريقة التنقيص في السطر 35. يبقى اللي بيتكرروا 2 مقلوب معا، 2 مقلوب، لغاية ما يخلص عندي السطر ومجموع الغرز هيكون 16 غرزة. يبقى تاني السطر 35 بدأناه بغرزة مقلوب، ودي مش بكررها، هنكرر من بعديها 5 مرات. ايه هو اللي هيتكرر 5 مرات؟ 2 مقلوب معا، 2 مقلوب، لغاية ما يصبح عندي في نهاية السطر عدد الغرز 16 غرزة. او كده ينتهي عندي السطر ومجموع الغرز عندي 16 غرزة، نقصنا 5 غرز في السطر. السطر 36 من السطور الأمامية، وهشتغله كله بالغرزة العدل من غير أي تنقيص. يبقى احنا ماشيين بنشتغل باللون الأحمر من السطر 24 إلى السطر 39، هنكمل السطر 36 هنكمله كله بالغرزة العدل. هنشتغل السطر 37 من السطور الخلفية، وبرضو هنقص فيه 5 غرز. هنشتغل أول غرزة غرزة مقلوب، ودي ثابتة عندي ما بكررهاش، بنكرر من بعديها 2 مقلوب معا غرزة مقلوب. يبقى 2 مقلوب معا غرزة مقلوب، هي دي اللي هتكرر معايا حتى آخر السطر. مرة تانية 2 مقلوب معا غرزة مقلوب، بنكرر 5 مرات لغاية ما يصبح عندي مجموع الغرز 11 غرزة. هنشتغل السطر 38، وده آخر سطر عندي في السطور الأمامية، هشتغله كله بالغرزة العدل من غير أي تنقيص للغرز. يبقى ده آخر سطر عندي في السطور الأمامية، هشتغله كله بالغرزة العدل. وصلنا لآخر سطر عندي في السطور الخلفية، وآخر سطر عندي في الشغل، هنقص برضو 5 غرز. هاجي أشتغل غرزة مقلوب، بعد كده هاخد كل غرزتين في غرزة لغاية ما أخلص كل الغرز اللي على الإبرة الشمال، هنقص 5 غرز في السطر 39، وفي نهاية السطر هيكون مجموع الغرز عندي 6 غرز. هنهي زي ما أنا بدأت، هنهي بست غرز زي ما أنا بدأت، 6 غرز بالظبط. احنا بدأنا الشغل 6 غرز، يبقى كده انا هنا الشغل عندي ومجموع الغرز على الإبرة 6 غرز. اخر خطوة عندي هقفل الست غرز، هقفلها يعني ممكن نقفلها بالغرزة العدل، ممكن نقفلها بالغرزة المقلوب، على حسب ما انتوا عايزين. طبعا احنا بنقفلها بالطريقة بتاعتنا الثابتة، ان احنا لازم يكون عندي غرزتين على الإبرة اليمين عشان اقدر اقفل غرزة على الغرزة التانية. يبقى احنا مع بعض بنقفل، وصلنا لاخر غرزة. يبقى انا كده خلصت وقفلت 6 غرز، وبكده ينتهي عندي الشغل الكيس
كده خلصناه وقفلنا الغرز مع بعض. وبكده يكون انا انتهيت وخلصت وعملت القطعتين مع بعض متصلين. وشوفنا تنقيس الغرز، وده النتيجة النهائية لتنقيس الغرز. اصبح عندي القطعة متقسمة زي ما انتم شايفينها. فاضل اخر خطوة، وهي خطوة تركيب السوستة. بالنسبة لتركيب السوستة انا منزلة فيديو قبل كده وشرحه تركيب السوستة بالخطوات، تقدروا تشوفوه وتنفذوه. وانا ان شاء الله هنزل لكم الرابط اسفل الفيديو، ونشوف مع بعض النتيجة النهائية. وده النتيجة النهائية بعد ما ركبنا السوستة، وطبعا عملنا باللون الاسود. شكل اللب اللي هو بيبقى طبعا في كل قطعة بطيخ بيبقى فيه مجموعة من اللب، عملتها باللون الاسود، وده النتيجة النهائية. ارجو ان يكون الشرح واضح والفيديو ينال اعجابكم وتنفذوه بكل سهولة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.